الطلبة بنفس الثمن اللي موجود عليه، كذلك الموظفين بالإضافة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كان عندهم تسهيلات هي مهمة جدا. العدد ديال الحافلات غادي يضاعف خلال السنة المقبلة إن شاء الله، وغادي يوصل حتى 250 حافلة، ومن بعد 3 سنوات غتصبح 850 حافلة في مدينة فاس. هذه الحافلات كلها مجهزة بكاميرات محاربة السرقة اللي تتوقع والاعتداء على الراكبين الحافلات. هذا موضوع اللي كان شاغلنا كثير، الحمد لله استغلنا عليه. مشكل النظافة كذلك اللي تزعج من اليوم 4 المخاطرات تحت الراس، الحمد لله كانت تكون شاحنة إضافية 3 مرات شاحنة تقريبا 50 شاحنة بالنسبة مع المقاطعات، بالإضافة للعمال اللي عندهم كفاءة هذه من هذا، واللي غتكون إن شاء الله صرنا نظافة امتياز، وهذا تيجي أكثر المستلزم اللي كنا منها البنية التحتية. هذه المصالح هي مرتبطة أساسا بالساكنة، فيما يخص الكهرباء اليوم سبا عاد تمنعها، وشراء بعض المصابيح اللي إن شاء الله غادي نتخلفوا على بعض الأحياء اللي تتعيش خصوصا شهر رمضان بعد الظلام، وخصوصا مع تجهيز الكاميرات اللي تنشتغل به اليوم في المدينة، واللي عدة عمليات اللي فيها واحد الوقاية لوقاية مهمة، وهذا هو الهدف من هذه الكاميرات، أنه عدة نقاط اللي هي مهمة لخير الجميع.